طبلو ده يخص مين عشا؟ ما عادش فرق. الفرح ده بتاع مين عشري؟ يا ابراهيم قلت لك بلاش النهارده. عشري هتهزق نفسك. الفرح بتاع مين؟ مش نصيبك ابراهيم، عمرها ما كانت لك. وطلعت من نصيب مين؟ ولا جرحي؟ عبده معلم عبد الملك زرزور. هتيجي نروح ابراهيم؟ تعال نروح النهار له عيون الصبح نصر. لا لا يا عشر، عيب عيب، ده انت صاحب واجب ما تقولش كده. وانا بقى ابو الواجب وهعمل الواجب دلوقتي وفرشته عشر دلوقتي. ازاي يا ابراهيم؟ هقول له مبروك. والاصول يا ابراهيم؟ هي دي الاصول. ده كده مش اصول يا معلم عمارك. اوعى عشر استنى. مبروك عليك حريه يا عبد الملك يا زلمه. سيبني يا عشر، هعورك يا عشر، هعورك يا عشر. انا مش هسيبك. هعورك يا عشر. انا سبت معلمك ليه؟ دي دواخلك ما تستوقفنيش. لكن اللي أهمني يا غالي هو لو انت جيت فكرت في يوم وتسيب شغلي. انت ما سألتنيش، لكن أنا هقول لك أنا اخترتك ليه. لأن الراجل اللي عيصون أسرار شغل سيده يبقى. أنا ماليش سيد. رغم إنك مفارق سيدك ومش راجع. أنا لما حاولت. أنا ماليش سيد، ماليش سيد. لما حاولت أسرسب منك معلومة قطمت، ولما ضغطت عليك أكتر توهت. أهم حاجة يكون السر بيناتنا ويندفن معانا. بس أنا ليا شرطين. أولهم مالكش حماية عندي، يعني بضاعة وفلوس وسر مدفون رابطنا زي حبل الوريد. وتانيهم فزورة تحلها يعني هنتبسمل وتعتمد، ولو ما حلتهاش يبقى مالكش مصلحة عندي. أسد يحكم مملكة، روحه في بيته اللي ما جابش غيرها. تقوم تتعطر في ضبع خسيس تهواه ويصير روحه فيه. روحه في بيته اللي ما جابش غيرها.
بتتعطر في ضبع الخسيس، سجون بتتعطر في ضبع الخسيس، في هواه ويصير روحها فيه. لو جابت مني سرية هو نور عينها. الحلاب وسخ الأسد خده في كنفه ورفع عشانه وعمل دراعه اليمين. الحلاب وسخ شاق العناية الإلهية. الأسد يعرف إن الضبح كان بمشاية، فهتودي الأسد في 60 دقيقة ويورث هو الملك. انت مش هتشوفه، بس انا هشوفه. ابراهيم ويورث هو الملك كلها. لا يقدر يقتله ولا يقدر يسيره. تفتكر يعني ليك يا سيد ابراهيم؟ وعملها صاحبنا، غمضني وراح برجليه للحج فارس، يعني خرج من عند عزرائيل ودخل عند ملك الموت. إبراهيم فضل يشرب ويشرب ويبلبع ويسف أي نوع برشام كان بيلاقيه. اسم إبراهيم إنه نازل في حتة كان بيشيل الخل، كان جيش لوحده. الفلوس كترت والحفرة اتملت وحفرنا غيرها أوسع. وعمنا زرزور، بص بس المصيبة جاية جاية. دول مين؟ خد عماشة عمنا، قسم يابا الفلوس اول باول زي ما خدناها. معاك يجي 650 جنيه. 785. ما هي لو جت الحكومه هيجري هو بالمصاري ونجري احنا بدعاء الوالدين. انا عارف انه كان صح، بس كنت بوقعك. ابراهيم خد الفلوس وحصلني. خطوة عزيزة يا معلم سراج. لو انت السادي خطوة كبيرة لو تفهمها. بطلت. وماله؟ مش عيب نقوله. مش الأصول اتذكر برضو كلمة زيادة هنسى العيش والمال. انت اتخبلت يالا بتهددني عليا الحرام وشقك نصين بالطول لو حكمت. بسرعة كده قليت عقلك؟ انت فاكر اننا ما نقدرش نجيبك حتى لو كنت في حضن عزرائيل؟ معلم بيعدلك النفس اللي بتاخده وهتخلص قبل ما يخلص هو فنجان قهوته. انجز المطلوب. تقعد بين ايديه وتاخد نصيبه. لو كان ابني مش هيسامحه. انا مش جاي ارجعك، لا. انا جاي احوش عنك. شوف يا ابن الناس، انت دخلت بالاصول تخرج بالتراضي. هو كان كاتب عليا انا؟ ده كمان التعدد ما يلزمناش. يختفي او يروح في داهيه او حر. انا ما اختفيتش. انا كنت عارف الكويت. بس ربنا كرمك ورجعت الخفيف، يعني شوارعنا واحدة. شوف يا معلم سراج، أنا ما بخافش، وفوق ده كله أخرس وأعمى وأطرش، وتجارتكم وزباينكم متحرمين عليا، أكتر من كده محدش له عندي حاجة. ده قبل ما رجليك تغرز وتغوط في عبدنا. افتكر أنت اللي مشيت في غيك فقدت صوابك. هو كان قصده ايه بشوارعنا واحدة دي؟
شايفك يا ماشا 600 من الصابة. ايه طيب طيب جاي كل معاشي جات الحكومة كيف تفتش المطرح. اسكو فين يالا؟ اسكندرية بيشتغل بضاعة. خد عايزة ايه واعمل لها ايه؟ دي مرات المعلم عبد الملك زرزور هتعوز مني ايه؟ مش لفوق بقى ابراهيم. ما تنهدنيش عشرة من اللي بقولك عليه. طب اسمع انت الكلام اللي حبل. انا اعترت في الحاج فارس وقلت له ابراهيم عايز يعرف مين اللي بقلق عنه. الشغل هيفضل زي ما هو، حصتنا هي هي، وان كان على الخساره ممكن نقسمها بالنص زي ما انت قلت، وان كان له هو كلام تاني حكمه هو اللي هيمشي. 10 على 10. اتصل بيا امبارح المغربيه رحت له. طلع مستاد مخبر من القوه اللي نزلت في الكمين اللي اتقبض عليك فيه. عذبه عنده يومين وعرف ان اللي ورا الحكايه كلها عبد الملك زرزور، وهو اللي متصل بالمرشد بتاع الداخليه في اسكندريه ومرسيه على امتى ومين وفين ومديله باكو فوقيها كمان. مين بقى اللي ورا الترتيبه دي؟ مين؟ ست الحسن حوريه. حوريه؟ اه حوريه. ازاي؟ بنت فتنة اللي شغاله عند عبد الملك زرزور قدرت وراها لغايه لما علقتها. بنت اللي ايه ما قدرتش تفتح بقها لما اتجوزتها. عرف طبعا. طلع اللي بيخطط كل حاجه حوريه من الطبيخ للشكر، وايديها بقت طايله ودبت صوابعها في عين الزراجيل كلهم، والكبير ما بقاش بيسمع كلام حد غيره. لا ودته كل شويه تتفشله وهو يهلك وقتي وهو يعجز وعينيه تطفي تاني زي الاول واكتر لغايه لما ترجع له تاني. بعد المداولة والاطلاع على الأوراق حكمت المحكمة حضوريا في الجناية رقم 1309/7 على المتهم إبراهيم محمد عودة الشهير بإبراهيم الأبيض بالسجن سنتين مع الشغل. اصحى يا معلم اصحى. انت مين يا بنت الكلب؟ يا لهوي يا معلم انا فطنة. الحق يا معلم قمت من النوم عشان اشرب لقيت الست حورية بتتسحب وبتخلع على بره. قوم يا معلم قوم. قول يا بنت.
انت اتجننت يالا؟ انت اتلطشت في دماغك يالا ورحمه ابويا لفضحك، انت اتجننت؟ لا مؤاخذه يا طهرة، انت فاكر نفسك هتلمسني ولا ايه؟ الكلام ده بيعي بيعي على زرزور. اوعى يالا اوعى، انت اتجننت؟ لا 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 يلا يا امير شامجي يا الدنيا واطي. اوعى 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 يلا اكتب. رحمة ابويا لا تنسى، رحمة ابويا لا تنسى. ابراهيم خلاص مش طايق، والزرازير لو مسكوكي هينعشوكي، يبقى فاضل لك مين يا بنت خميس غير عشري؟ أوريكم يلا يا هواتي.